انا دلوقتي بيجي لي مريض عنده ارتجاع حلو، في الاغلب ما بقاش اول دكتور جات، يعني هو في الاغلب بيروح لدكاتره الباطنه كتير، والصيدلي بقى بيجامله بيقول له خد الحبايه دي وانت خد راني وخد لبن دايب والقصص اللطيفه دي كلها. بيبقى مثلا بقى له سنتين ثلاثه، في ناس بقى لها 10 سنين 10 سنين مسكت على الارتجاع، 10 سنين عمال بقى بياخد مسكنات وبتاع. فبيجي لي انا والله بعمل له منظار اول حاجه عند دكتور باطنه، اقول له روح اعمل منظار او بيبقى هو جايب المنظار يعني. طيب المنظار ده بيوريني ايه؟ بيقول لي اولا احنا التقرحات بتاعتنا وصلت لانهي درجه، لان دي درجات فيها اربع درجات. ثانيا هل بطنه المريء بدات تاخد شكل المعده، المعده والامعاء ولا لا، حاجه اسمها بارت. لو حصل بارت لا خد بالك بقى، بارت ده معناه ان احنا خطوه ونخش في كانسر، ده قدر تعرض لورم. فده بقول له بكره الصبح نعمل عمليه يعني، ما خلاص ما مش هنستنى، ما مش هنستنى كتير. البارد ده بالذات ما بهزرش معايا. طيب تقرحات من الدرجه الاولى وفات صغير، خد يا عم علاج كده بالفتره دي 3 شهور وتعالي لي. والله الدنيا اتحسنت؟ لا ما اتحسنتش، تعالى هنضطر نعمل عمليه. تقرحات بقى من الدرجه الثالثه والرابعه برضو انا هبقى بوشنج اكتر للعمليه. تاني فتق كبير قوي من الاول، ما هو الفتق ده احجام ممكن يبقى 2 سنتي 3 سنتي ممكن يبقى 5 6 سنتي، فرق كبير من الاول خالص يعني، ندمر وظيفه الحجاب الحاجز كده يعني. كده جراحه فاهم قصدي. ودايما خلينا نقول نقطه يعني، في حلول مش جراحيه زي حاجات بقى بيعملوها دكاتره البطنه من المنظار، حاجه اسمها جيردكس وحاجات زي كده. الحاجات دي ناجحه في الحالات البدري شويه، يعني نسب نجاحها تقريبا 80%، تكلفتها عاليه شويه بس نسب نجاحها 80% في الحالات اللي هي لسه في بدايه الارتجاع والفتق فيها اقل من 2 سنتي.